النشر الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير. البداية دائما مع العناوين. الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وزارة التربية تصدر نتائج مسابقة انتقاء مشرفين اختصاصيين وتربويين وإرشاد نفسي واجتماعي. فقرات فنية متنوعة ضمن احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة في حما. أهلا بكم. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته. وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها. حرصا على انتقاء الأطر التربوية المتميزة لتحقيق إشراف تربوي واختصاصي فعال يواكب عملية تطوير المناهج التربوية، وبعد إجراء الاختبار الكتابي لانتقاء مشرفين اختصاصيين وتربويين وإرشاد نفسي واجتماعي ممن تتوافر لديهم شروط الترشح وتنفيذ المقابلات الشفوية للناجحين بالاختبار الكتابي، وزارة التربية تصدر أسماء الناجحين المقبولين في المسابقة وفق الحاجة، علما أن الناجحين غير المعينين حاليا في المسابقة سيحتفظون بحقهم في التعيين بالإشراف التربوي أو الاختصاصي وفق تسلسل درجاتهم لحين الإعلان عن مسابقة أخرى، حيث بلغ عدد المسجلين على المسابقة 1060 مدرسا فيما تقدم للامتحان 961 مدرسا، ونجح منهم 666 مدرسا، بينما بلغ عدد الناجحين والمعينين بحسب الاحتياج في المحافظات 445 مشرفا اختصاصيا وتربويا. أكدت وزارة التربية عدم مسؤوليتها عن النماذج الامتحانية المؤتمة لمختلف المواد الدراسية في شهادة الثانوية العامة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نسبها لمركز القياس والتقويم التربوي في الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمم لاحقا نماذج امتحانية مؤتمة لجميع المواد لتمكن الطلاب من التمرن عليها، داعية الراغبين بالحصول على هذه النماذج إلى زيارة صفحتها الرسمية على الفيسبوك وموقعها الإلكتروني الرسمي وصفحة مركز القياس والتقويم التربوي. في حما أقيمت احتفالية منوعة لغرفة المصادر بالتعاون مع مدرسة أحمد البنات ضمن احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة. التفاصيل في هذا التقرير. في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أقامت مدرسة خالد السمك احتفالية منوعة لغرف المصادر بالتعاون مع مدرسة أحمد البنات. حقيقة في هذا اليوم سعدت أن أكون بين أطفال من ذوي الهمم، ووجدت فيهم بل أكبرت فيهم ذلك الإبداع الذي لم أره حتى عند الأصحاء، وهذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على جهد مبذول من القائمين على هذا المركز. أتينا لنفرحهم فأفرحونا. أطفال بعمر الياسمين هم من زرعوا البسمة على وجوهنا، أطفال تحدوا إعاقتهم بإرادتهم، فلا يوجد معاق، يوجد طفل ذوي احتياج وطفل ذوي إعاقة. تضمنت الفعاليات فقرات فنية ومسرحية وتكريم أصحاب الهمم في غرف المصادر. نحن عم نشتغل على الطلاب وعم نحاول ندمجهم مع الطلاب الأسوياء مشان ما يحسوا في فرق بالدراسة أو بشيء. طبعا هذا الشيء عم يساعد على التفوق والنجاح، ومثل ما قلنا لا توجد إعاقة مع الإرادة. غرفة المصادر بشكل عام عم تحتضن هدول الأطفال أصحاب الهمم، والحمد لله أمورهم كويسة ويعطيهم العافية، الآن ساعات كتير عم يشتغلوا معهم. وشملت فقرات الحفل تقديم مشغل الرسم الذي عكس إبداعات التلاميذ في غرف المصادر. صباح الخير معلم ومعلماتي، صباح الخير زملائي الكرام. كلمة اليوم عن المعلم كل المعلم وفي التبديل، كذا المعلم من يكون الرسول، لكن من يوم على كل الحب والتقدير لأنك من وضعت على الدرب صحيح، وشكرا. شاركنا بمشغل الرسم. انت مبسوطه مع رفعتك بالمرسى؟ ايه.
مش خير الرسم. مبسوطة مع الأنسان؟ ايه. شو عم يعطوكم بالأهل؟ عم بيعلمونا أنه نرسم. اليوم أنا بدي أتم فقرة حكواتي. كما ظهرت من خلال الحفل مواهب الأطفال من ذوي الإعاقة في مجال إلقاء الشعر والتمثيل والقراءة. لا توجد إعاقة مع الإرادة، هم أصحاب الهمم، يعطونا الدروس في الحياة، يعطونا الابتسامة نحو المستقبل. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حما. تسوية بين المدارس في حي طريق الباب في حلب، ولقاء مع أولياء الأمور لمناقشة الواقع التربوي والتعليمي، وذلك حرصا على استقرار العملية التعليمية في المدارس وتأمين البيئة المناسبة للطلاب بتخفيف الكثافة ضمن الصفوف. التفاصيل في هذا التقرير. تخفيفا للكثافة الطلابية في مدرسة سامي الدهان بحي طريق الباب، أجرت مديرية التربية بحلب تسوية للطلاب بنقل فوج كامل مع كادرهم التدريسي لمدرسة فيصل خشفة. من خلال جولاتنا المعتادة على مدارس التعليم الأساسي في مديرية التربية بحلب، قمنا بزيارة المدارس في المناطق الشرقية، قمنا بزيارة مدارس في طريق الباب، حيث أنه تم افتتاح مدرسة حديثا وهي مدرسة فيصل خشفي لتخفيف الكثافة الطلابية عن المدارس المجاورة، وخاصة مدرسة سامي الدهان، حيث كانت الكثافة الطلابية تتجاوز 50 طالب بالصف. تم نقل قسم كبير حوالي 30 شعبة صفية على مدرسة فيصل خشفي، وتم الاجتماع مع الأهالي مع أولياء الأمور، لأن عملية النقل تمت بنقل شعب صفية كاملة، فكان في بعض الاعتراضات من الأهالي، تم حل هذه المشاكل. المدرسة تم افتتاحها مؤخرا بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم فيها، واستقبل طلابها الجدد بأعداد نموذجية وبيئة مناسبة للتعليم. تمت زيارة مدرسة فيصل خشفي للاطلاع على سير العملية التربوية التعليمية، كونه تم إجراء تسوية بين مدرستي فيصل خشفي ومدرسة سامي الدهان بسبب اكتزاز التلاميذ في مدرسة سامي الدهان، ولوحظ استقرار العملية التربوية التعليمية وأصبحت الأعداد جيدة والعملية التربوية تسير بالشكل الأمثل. في مدرسة فيصل خشفي يوجد عندنا 925 طالب موزعين على 30 شعبة صفية، والعملية التعليمية التدريسية سائرة على أكمل وجه، والمدرسات ملتزمات بالخطة الوزارية، والحمد لله رب العالمين. هناك أصداء جميلة من جميع الطلاب والأهالي، وهم متميزين إن شاء الله بوحدتنا الغالية. وتم اللقاء بأولياء التلاميذ ومدراء مدارس الحي لسماع همومهم ومقترحاتهم للارتقاء بالعملية التعليمية. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. انعقد المجلس السنوي لمنطقة الطرطوس الثانية لطلائع البعث. أجواء والتفاصيل مع الزميل ماهر مرشح. تحت شعار طلائعنا انتماء وعطاء، عقدت لجنة منطقة طرطوس الثانية لطلائع البعث مجلسها السنوي، وذلك في المركز الثقافي العربي بطرطوس. هو محطة تقويمية وسنوية، وهو نشاط تنظيمي، الغاية منه تقييم وتقويم لعام تنظيمي مضى للارتقاء بالعمل الطلعي بما يخدم برفاق الطلعين وينعكس على وحداتنا الطلعية ومشرفي الوحدات لصالح الشأن العام وأطفالنا بشكل خاص. وتطرح بعض المداخلات شيء له علاقة بتفعيل دور المعسكرات على مستوى رواد طلاء البعث وعلى مستوى صفوف الصف الخامس والسادس. وتضمن المجلس عرض فيلم قصير عن نشاطات المنطقة خلال العام الماضي، وتم قراءة المقترحات والاستماع إلى عدد من المداخلات والطروحات التي تركزت حول واقع العمل الطلائعي في المنطقة وسبل تعزيزه وتطويره بما ينعكس إيجابا على الطلائعيين، وتم الإجابة عنها. كان طرحي عبارة عن أنه إعادة تفعيل المعسكرات، لأنه من أهداف منظمتنا الغالية هي أنه بناء شخصية الطفل وتفعيلها بشكل جيد، يعني هي شخصية قيادية، فمنتمنى بإعادة تفعيل المعسكرات من أجل رعاية المواهب، من أجل إنشاء علاقات اجتماعية واسعة بين الأطفال، كمان التعرف الأطفال على مشرفينهم وأعضاء قيادة المنظمة. استمعنا لعدة طروحات من رفاقنا الطلعيين، رفاقنا المشرفين، كانت طروحات رائعة هدف تطوير منظمتنا، منظمة طلاء البعث. شاركت اليوم في مجلس سنوي طلاء البعث بقصيدة عن الشهداء. سلاما طأطأت حروفه رؤوسها خجلة، خجلة من عظمة علياء روحك، سلاما لك وحدك، وحدك سيد الشهيد، سلاما فأنت وحدك الحي، وجميعنا يا سيدي أموات، سلاما لحظة رسالة لحظة الشهادة. وتحفيزا وتقديرا لهم، تم تكريم بعض الرفاق المميزين بالعمل الطليعي على مستوى عام كامل.
كامل من مشرفي الوحدات ومشرفي الفرق ومدرسين الاختصاص على مستوى المنطقة. للفضائية التربوية السورية ماهر مرشحة، طرطوس. نتابع الآن النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعية الخاصة بإحداث شركة العامة للصناعات النسيجية. وزير النفط يبحث مع نظرائه في مصر والأردن ولبنان سبل تطوير العلاقات في الدوحة. أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أهمية الصكوك، وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة. وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الصناعة بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال 3 أشهر. كما وافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعاقد شركة محروقات لتنفيذ مشروع أتمتة المستودعات البترولية الموضوعة في الخدمة فعليا لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن المستودع البترولي وربطها مستقبلا مع مركز مراقبة وتحكم مركزي. بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع وزراء البترول والطاقة والثروة المعدنية في مصر والأردن ولبنان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مجالات النفط والغاز المختلفة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الطاقة 12 في الدوحة. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في قطاع النفط والغاز لكونه أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد والتنمية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجيا في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز. وناقش الوزراء إمكانية تفعيل خط الغاز العربي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان بما يحقق مصالح هذه الدول، حيث أكد الوزير قدور أن الخط داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة. منحت هيئة الاستثمار السورية إجازتي استثمار جديدتين بموجب إحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروعي إقامة محطتين لتوليد الطاقة الكهروضوئية في محافظة حمص باستطاعة 20 ميجاوات وتكلفة تقديرية تبلغ 190 مليار ليرة سورية. وبيّنت الهيئة أنه من المتوقع أن يؤمن المشروعان 86 فرصة عمل، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاريع تعد خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية وتسهم في التقليل من فجوة الطاقة المحلية وتدعم توفير الاحتياجات السكانية والاستثمارية. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير كوتش. مساء الخير ماهر. تفضل. مشاهدينا جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. خسر منتخب الناشئين لكرة القدم أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد في افتتاح مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في سلطنة عمان، بينما تغلب منتخب الإمارات على نظيره الأردني بهدفين مقابل لا شيء. وسيلتقي منتخبنا مع نظيره الإماراتي يوم غد الخميس في مباراته الثانية، بينما يواجه منتخب الأردن يوم السبت المقبل في المباراة الثالثة والأخيرة.
وفي كأس الاتحاد الآسيوي خسر فريق الفتوة أمام العهد اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما في عمان لحساب المجموعة الأولى. وكان فريق الفتوة قد خسر أمام النهضة العماني بهدف مقابل هدفين بعد أن فاز على العهد اللبناني بهدف دون رد، بينما خسر أمام نادي جبل المكبر الفلسطيني بهدف دون رد في افتتاح دوري المجموعات. وفي دوري أبطال أوروبا قاد خوسيل مهاجم ريال مدريد فريقه للانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يونيون برلين الألماني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وسجل لريال مدريد خوسيل هدفين في الدقيقتين 61 و72 وداني سيبايوس بالدقيقة 89، بينما أحرز ليونيون برلين كيفين بولاند في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بالشوط الأول وأليكس كيرال في الدقيقة 85. وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين فقط في قاع الترتيب. خسر انتر ميلان معركة الصدارة بتعادله سلبيا أمام ضيفه ريال سوسيداد على ملعب جوزيبي ميازا في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وبهذا التعادل رفع سوسيداد رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل كمتصدرين للمجموعة الرابعة، فيما صعد أميراتزوري إلى الوصافة بنفس الرصيد من النقاط. وفي بطولة العالم للأندية فاز الاتحاد السعودي على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2023 ليضرب موعدا ناريا مع شقيقه الأهلي المصري في الدور الثاني من البطولة. وسجل ثلاثية الاتحاد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية رومارينيو وانغولو كانتي وكريم بنزيما في الدقائق 29 و34 و40 على الترتيب. مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. عود إليك ماهر. شكرا لك عصر الشيزة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، نعود نذكر بالعناوين. رئيس بشار الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وزارة التربية تصدر نتائج مسابقة انتقاء مشرفين اختصاصيين وتربويين وإرشاد نفسي واجتماعي. وفقرة فنية متنوعة ضمن احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة في حماه.